يشارك مجلس التنمية الاقتصادية في أعمال الدورة الثامنة لمهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية سنغافورة إكسبو الذي يقام في الفترة ما بين 15 وحتى 17 من نوفمبر الجاري. نعم، يجمع المهرجان السنوي أكثر الشركات العالمية العاملة في قطاع التكنولوجيا، ويشارك في هذه الزيارة كبار مسؤولي مجلس التنمية الاقتصادية ومسؤولون من مصرف البحرين المركزي وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، إلى جانب ممثلي عدد من الشركات البحرينية والشركات العالمية الرائدة التي تزاول أعمالها في البحرين. كما يضم جناح البحرين مشاركين يمثلون قطاع الخدمات المالية في المملكة، وذلك بهدف التواصل وعقد اللقاءات مع المشاركين الدوليين وخبراء التكنولوجيا والخدمات المالية وصانعي القرار الذين يسهمون في نمو ابتكار الخدمات التكنولوجية في القطاع المالي على المستوى العالمي. تأتي هذه المشاركة بالتزامن مع افتتاح المكتب التمثيلي لمجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة، وهو الأول في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا، مما يقوي من شبكة المجلس الاستراتيجية على المستوى الدولي. مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية من أهم الفعاليات التي تستقطب مشاركات كثيرة من كل العالم، وهي فرصة للتعرف على المبادرات وآخر المستجدات وآخر الخدمات بما يتعلق بالتكنولوجيا المالية. احنا طبعا بالنسبة لنا وجودنا كفريق من شركة بنفيت بجانب فريق من مصر البحرين المركزي. تتمثل مشاركة مصرف البحرين المركزي في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، فإحنا يعني نتأمل إحنا نقدر نطلع على أحدث التطورات العالمية في هذا المجال من حيث الأفكار الريادية ونماذج الأعمال الجديدة، وأيضا نحن نتأمل إحنا نقدر ننتهز الفرصة تواجدنا لتبادل الخبرات والتعاون مع الهيئات والجهات الرقابية لدعم منظومتنا التشريعية الداعمة للابتكار. طبعاً حضورنا لسنغافورة فينتك فيستيفال هذه كان وايد مهم عندنا كشركة بحرينية، هذه يعطينا دافع طبعاً في البحرين كشركات بحرينية إن إحنا نشارك في هذه الإيفنتات.